وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب غازي الرحمة، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. سعادة النائب، بعد التحية، لو تحدثنا مشكورا عن أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في نشر قيم التسامح والتعايش والعمل على إحلال السلام الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم بالأخص. في بداية الكلام حبيت أولا أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المقدة حفظ الله ورعاه، بمناسبة له اليوم الدولي للسلام اللي يصادف 21 من كل شهر سبتمبر لكل عام. وحبيت أتقدم بعد هذه المناسبة التهاني والتبريكات إلى صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. حقيقة يعني احنا حبيت أؤكد أن مسيرة مملكة البحرين في نشر التعايش السلمي والتسامح الديني والحوار بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل مع جميع الشعوب ما تخفى على أحد، بحيث أن هاي المسيرة مشهود لها بالتميز محليا وإقليميا ودوليا على مدار سنوات ومنذ قديم الزمان، وهذا الشيء الحمد لله موجود عندنا يا احنا في مملكة البحرين، موجود عندنا يا في المواطن البحريني بشكل خاص. هذه رسخت النهج السامي اللي سارت عليه مملكة البحرين في العمل من أجل السلام وترسيخه على كل مستويات هو نهج واضح ما زالت في توجهاتها وعلاقاتها مع دول العالم، ولله الحمد، بحيث ان مملكه البحرين يعني الشكر لله في البدايه تم الى الرؤى الحكيمه اللي جلت الملك مفدى حفظ الله ورعاه، جسدت قيم الانسانيه في التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والعقائد، وراح تكون دائما شريك فاعل في خدمه قضايا العالم العادله. وكل هاي الثمار المبادرات الجليله من حضره صاحب الجلاله الملك حمد حفظه الله هي خير امثله على هذا الامر، بحيث ان جاء انشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الاديان والتعايش السلمي في جامعه سابينزا الايطاليه، واعلان البحرين عشان تاكد ان مملكه البحرين هي بالفعل مملكه السلام من خلال هاي الجهود والمبادرات الساميه الراقيه اللي قاعده تقدمها من اجل الحفاظ على منظومه السلم والامن في جميع دول العالم. وحبيت ان احنا يعني إن سواء كنا في مجلس النواب والدبلوماسيه البرلمانيه دائما وحبينا ناكد ان ما تمتع فيه مملكه البحرين والفكر المشروع لاصلاح جلاله الملك من ايمان راسخ، وهو فكر مستنير يعزز قيم التعايش السلمي والتسامح الديني والحوار بين الاديان والثقافات واحترام المتبادل بين مختلف الشعوب والحضارات. نعم. الأمر الجليل لوضع مملكة البحرين الحمد لله في مصاف الدول الرائدة والداعمة للأمن والأمان والسلام في العالم بأسره. نعم، سعادة النائب غازي الرحمة، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.